طيب اسمح لي ناخد معانا ونرحب بنقيب مرال الكبير استاذ حسن المستكاوي. يا سلام استاذ حسن، مساء الخيرات، ازي حضرتك؟ مساء النور عمرو، مساء النور ايمن حبيبي. ازيك يا استاذ حسن، وحشنا. ازيك ايمن استاذ صاحبي، مشرفنا يا استاذ حسن، اهلا بحضرتك. واولا شفت يعني النهارده القمه ال 125، ايه كان العامل الرئيسي الحاسم فيها من وجهه نظر حضرتك واللي بالتالي ادى الفوز للاهلي ب 3-0؟ اولا تكتيكيا الاهلي كان احسن. الشوط الاول فرقتين خايفين، الكوره فيه قليله جدا. الشوط الاول الحقيقه مش لا يليق بالفرقتين يعني. انما الشوط الثاني الاهلي طبعا منظم جدا، حمدي فتحي لعيب مهم قوي حقيقي، زي لعيب خط وسط يبقى دايما في ال 18. دي فلسفه الاهلي الحقيقه، لان حتى السوليه لما بيكون بيلعب دايما بيكمل فتحي. حمدي فتحي النهارده دايما راس حربه ثاني، دي حاجه غريبه جدا على لعيب خط وسط، لكن هو بيستند على ان ديان هيبقى مالي قوي وسط الملعب بتاعه دفاعيا يعني. الحاجه الثانيه والمهمه جدا، الاهلي كان اداؤه اسرع شويه بنقل الكوره من ملعبه الى ملعب الزمالك بتمريرات دقيقه ومباشره، وتصرف كهربا في الهدف الاول وشريف في الهدفين هو ده اللي احنا بنقول عليه باستمرار. لما انت تبقى في ال 18 ما ينفعش تستلم وتوقف وتدور، لا على طول الهدفين بتوع شريف بلمسه مباشره بشكل سريع جدا، ما فيش حاجه اسمها يستلم ويوقف وهكذا. الزمالك بقى ساعد الاهلي جدا، الزمالك عنده خط وسط فاضي خالص، ما عندوش نزعه هجوميه، امام عاشور الوحيد اللي بيجري على قدام. لكن كانت النتيجه ان في اربعه في الزمالك، الجزيري وامام عاشور وطبعا معاهم زيزو، اربع لعيبه قدام لكن الكره مش بتروح لهم، ووسط الملعب اللي في ظهرهم فاضي خالص. طبعا وده الحقيقه خلل في البناء الهجومي بتاع الزمالك، وخلل كمان عنده في البناء الدفاعي. هل يتحمله فيريرا يا استاذ حسن؟ هل فيريرا يتحمل مسؤوليه ده؟ واحنا عارفين ان في اجتماع يعني بعد دقائق او ممكن يكون بدا، هو كان الساعه 11 في مجلس اداره نادي الزمالك لبحث مصير فيريرا، فهل فيريرا يتحمل الشق هو طبعا هو مسؤول الشق التكتيكي، بس هل يتحمل ده؟ طبعا يتحمل، مش النهارده بس. ما هو يعني الحساب مش هيبقى على النهارده، الحساب على الماتشات الاخيره كلها. لان اداء الزمالك متراجع جدا جماعيا وتنظيميا بشكل كبير. الزمالك عنده مشكله في البناء الهجومي، عنده مشكله في البناء الدفاعي، ودي مشكله كبيره جدا. اعتقد المدرب هو اللي المفروض يعني يرتب ده وينظمه. فعشان كده مش عشان الهزيمه من الاهلي، لا ده نتائجه في المباريات الاخيره خلي المجلس طبعا انا اعتقد انه هيمشي يعني. اعتقد كده يعني. تعتقد ذلك؟ لان حتى ده امتصاص لغضب جمهور نادي الزمالك. طيب رجل المباراه هل فعلا مع اختيار ديانج، ولا رايك كان حمدي فتحي، ولا تروح زي ما بيقول كابتن ايمن الكاشف لخالد عبد الفتاح الوجه الجديد على القمه وادى بشكل محترم النهارده؟ خالد عمل ماتش هايل وهاني كان كويس، وطبعا ديانج رائع، بس انا اديها لحمدي فتحي. يا سلام، صح يعني. كميه المسافات اللي بيعملها حمدي فتحي مهمة جدا. يعتبر ثلاثة اسيست كمان يا استاذ حسن وكابتن ايمن. طبعا يعني. لا خلي بالك كمان كولر ذكي جدا. يعني ما طيرش علي معلول كالعادة، علي معلول ما كانش الاستمرار قدام وعوض ده. حمدي فتحي هو اللي يطير، ودي صح. ودي الحقيقة صح. يعني تريكة معروفة عن الاهلي، تعرف قوي ان فيريرا والزمالك ما قدرش ياخد باله منها. يعني خلي بالك علي معلول ما كانش كتير قوي هو اللي بيبقى يعني الجبهة الشمال صح. وبيعمل كرات عرضية، بالعكس اللي كان بيطير من القلب هو حمدي فتحي. والزمالك يعني ضحك عليه في اللعبة دي. اتفاجئ ان حمدي فتحي هو اللي بيطلع على الجناح الشمال، مع ان اللي بيشوف ماتشات الاهلي هيعرف كويس قوي ان السولية او حمدي فتحي
هم اللي واحد منهم بيكمل غالبا مظبوط، الثاني بيدافع، او اثنين ممكن يكونوا بيهاجموا، حمدي فتحي بيتاخر شويه والسوليه مثلا يتقدم، انما ديانج لما بيلعبوا ثلاثه لو لعبوا ثلاثه يعني تمام. من غير قفشه مثلا ديانج هو اللي بيغطي الواجب الدفاعي وهو بيبقى ناجح جدا في ده. طب سؤال اخير، هل حضرتك مع رحيل فريرا لو اتخذ قرار يعني بهذا الشكل برحيله، خصوصا ان الزمالك يعني خلاص هو داخل على افريقيا كمان بعد ايام يعني؟ هتبقى مشكله طبعا. واذا ما كانش القرار ده مترتب محسوب يعني ايه؟ يعني في الذهن احنا لو خسرنا من الاهلي هنجيب مدرب، طب مين هو المدرب؟ بالتاكيد او المفروض يكون ده محسوب من فترة يعني خصوصا مع تراجع اداء الزمالك في الاسابيع الاخيره يعني في نيه او توجه الى التغيير، فلازم تكون مجهز بديل. اكيد اعتقد ان لو انت مشيت هتكون مجهز اكيد البديل. بشكر حضرتك شكرا جزيلا استاذ حسن المستكاوي نقدنا الرياضي الكبير، شكرا جزيلا لحضرتك.